ايو تجربة الجهاز. الله 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 الله، تجربة الجهاز، تجربة الجهاز. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت بخير عليكم، كل شيء مزيان، الاحوال ما كاين ما يشوش، الله يحفظكم ويجيكم. اليوم جيتكم او تاني فيديو جديد باذن الله. اليوم الاثنين 11، اليوم الاثنين 11، الوالدة الله يرحمها مسكينة تماما، اليوم 11، وهذه الساعة 4:07 كيف كتشوفوا 4:07، يعني الربعة مابقاتش كتخدم لي هاد البوطونة ديال الجنب كتكوانس، هاد البوطونة هادي ديال الجنب كتكوانس الخوت. 16:07 دابا، الله يرحم الوالدة ديالي. دابا الوالدة ديالي عندها شهر ويومين، دابا باش توفات الله يولي برحمة الله، عندها شهر ويومين، توفات نهار 9 ودفناها نهار 10 في شهر 8، الله يرحمها يا ربي يا ربي، تسكنها الفردوس مع الشهداء والصديقين يا ربي امين، ومع هاد الناس هادو اللي توفاهم ساكن في هاد المناطق هادي المنكوبة يا ربي امين. والشكر الجزيل كاع لجميع الدول اللي ساعدت المغرب، من الجزائر خوتنا في الجزائر الله يرحم لهم الوالدين، والناس ديال قطر، وما نساوش اسبانيا بالذات، اسبانيا الله يرحم ليها الوالدين، كاع الدوله ديال اسبانيا والشعب ديال الاسباني، وما نساوش عاوتاني كاين قطر وكاين شي دوله اخرى، بريطانيا العظمى حتى هي تحيه ليها. وشتي فيديوهات اسرائيل حتى هي بغات تعاوننا، حيت هادشي الخوت راه ما فيهش الديانات، ما خصناش ندخلوا الديانات، الله يرحم لكم الوالدين، حيت الشعب اللي كيموت مثلا، الشعب اللي واقع عليه المشكل، الشعب اللي كيموت، الشعب اللي ما لقيش فين يسكن، الشعب اللي ما لقي ما ياكل، كون وقع علينا حنا حتى حنا راه حتى حنا غادي نكونوا منكوبين بحال دوك الناس في اي بلاصه، راه حيت واخا يكون لاباس عليه بنادم، لاباس عليه كيطيح كلشي صافي، ما كيبقى كيولي كلشي سواسيه. الله عز وجل نهار غادي يبغي سالت الحفله راه بحالك غادي تكون، يخسف بكم الارض، بين الارض حتى ما يبقى حتى شي واحد، صافي هي فينا الدنيا. يلا الخوت ان شاء الله باذن الله دابا نتولعوا، الله يرحم الوالدين جميع الدول اللي ساعدونا لا من بعيد ولا من قريب، الله يرحم لهم الوالدين كاملين كاملين باذن الله. هذا ما كان، يلا الخوت نمشيو نتولعوا نشوفوا شنو كاين تماك، يلا ولنا لقاء. هذا الذكر ديال ولد اختي هذا كيطلقوا كيجي كيجري عندي هذاك الذكر، ها هو شتو الخوت. انا يلا عزلنا هاد النتوى الخوت، هادي راه بيضات، هادي راه عيونية، هاد النتوى هادي عيونية، وراه عندها شي ديبلوم في شي مطلق اخر باذن الله، البزقة اللي بزقات الخوت حاشاكم شتوها، هادي راه عيونية وعندها شي مطلق، ها هي شتوها. ما علينا، راه الله عزلتها حيت كانت بيضات وما بغيتهاش تزيد تبيضها، وهاد الذكر هذا كيدخل لعندي هنا بزاف، اش غادي ندير ليه؟ ايوا ها هو هذا الذكر ديال ولد اختي، هاد الذكر ديال ولد اختي هو كيدخل عندي بزاف، ها هو خصو يتحيد هاد الذكر هذا، ها هو ولد الحرام، بغينا غنشدوه نحيدوه، ها انت اي حل ليا الباب، باغي يخرج، غادي نديرو غندير ليه الخبطة ديال اللقاطة انتوما الخوت، ها هو شديناه، سطح عاوتاني راه تكرفص. هاو طلقتو السطح راه تكرفص الخوت، نعطيو للحميمات شويه ياكلوا باذن الله، وغادي نطلقوا هادو الدوكورتامو والانات ان شاء الله، وغادي نبدلوا ليهم الماء، لا تقطعوا ولا تستقطعوا ان شاء الله، ناكلوا بعدا الحميمات الخوت ان شاء الله، وعاد عاد نشوفوا شنو غنديروا ليهم. دخل 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 دخل، وديما كنعاونوا بداك القمح الخوت، داك الزرع اللي خدينا. دخل 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 دخل، ونوريكم واحد الدواء داك كوتريما الخوت، واحد الدواء، واحد الدواء ان شاء الله نصحنا به واحد الاخ، مع العلم ان الشنيبي راه بدا كياكل ولله الحمد. يلا بنيتي يلا يلا بنتي يلا يلا بنتي يلا خرجي 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 تمشي خرجي
الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حميمة على ما يرام ولله الحمد. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أطيح لي الهاتف. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر. راح حطينا الموية ديالهم عادية، غادي نطلقوا الخوت اليوم نتولى في الدكور والإناث إن شاء الله. أنا غادي نوريكم الخوت واحد الدواء إن شاء الله، أنا نمشي نجيبو بإذن الله. هذا راه غني على التعريف، كنسمع به بزاف، كيهضروا عليه بزاف. غادي نعطيو لدوك الجوج حمامات اللي مراد، اللي هو هذاك الشنبور الشوكي، ما بغيناش نضيعوه. وغادي نعطيوه حاليا ان شاء الله، وغادي نعطيوه للدكار البرتغال. نخليوها الخوت الحميمات هنا ياكلوا ان شاء الله، واجيو معايا باذن الله. خليو الحميمات هما خارجين كياكلوا، من بعد ما غياكلوا راه ما غاديش يطيروا حتى نهار الجمعه باذن الله. يعني راه ما غاديش يخرجوا اسبوع الخوت باذن الله، اسبوع. هادو نخرجوه ما كاينش المشكل بالنسبه لهادو، راه اسبوع غادي يبقاو مشجونين اسبوع ان شاء الله. راه ما كياكلوا واخا راهم شبعانين، لان في الصباح راه طليت عليهم. يلا القلا تقطعوا ولا تستقطعوا. الخوت بالنسبه للدواء اللي قلت لكم هو هذا، هذا كوتريم. انا غادي نقلب لكم ان شاء الله، ان شاء الله هذاك الشاشه. ها هو كوتريم بالعربيه، كوتريم. غادي نقلب لكم الشاشة باش تقراو مزيان. حنا غادي غنجربوه، ما عمرنا خدمناه. هو هذا الخوت، هو هذا كوتريم. هذا غنصحني به واحد الاخ، قال لي راه دقة بطلة، بغينا نشوف الدقة بطلة كي دايرة. كوتريم هو هذا. قال لي خمسة ديال القطيرات في الفم ديال الحمامة. قال لك إلا كانت الحمامة ضعيفة، قال لي إلا كانت الحمامة ضعيفة راه الدقة بطلة. حنا غادي نشوفو الدقة بطلة كي دايرة، لأن أول مرة غادي نجربوه إن شاء الله. يلا والله المستعان، نتمناو الخير. يلا والله يرحم الوالدين. حنا غادي نجربوا الخوت هذا. بالنسبة بعدا الشنابير الشوكي راه كياكل، البارح راه كلا مزيان، كلا البارح واليوم راه كلا. والبزقة ديالو الخوت راه كنطلقتو هنايا باش نشوف البزقة ديالو، راه هي البزقة ديالو هي خضرا وفيها البيوض ديال من الفوق ومكركبة مجموعة، ماشي مشكل. حنا غادي نجربوه، نعطيوه خمسة ديال القطيرات، وهادي راه معمرين هاد القرعة حتى لفم الخوت، والله العظيم إلا معمرين حتى لفم. حنا غادي نهزو منا ثمن خمسة ديال القطيرات للدكر وخمسة ديال القطيرات للشنبور إن شاء الله. ها واحد صافي، هي هاديك صافي. حنا غادي نوريوكم ديك الوريقه ديال دواعي الاستعمال باش نعرفوا لاش كاين صلاح. وهادي وهادي، يلا تحياتي لكم، نجيبوا الحميمات وانا معاكم. والله يرحم الوالدين. الخوت بالنسبه للوليد، راه الوليد راه بدا كياكل، الصحه ديالو نقولوا باقي شاقور، لان ماشي ملي كتشدو في يدك راك شاد حمامه، راك شاد حمامه، يعني راه باقي ضعيف، وانما راه بدا كياكل. وتا الصحه ديالو الخوت راه بدا كيرجعها، ماشي شاقور ماشي هانتوما، ها راه الصحه ديالو بدا كيرجعها بداك الدواء اللي كنت كنعطي لاخو، داك 4 في 1. حنا غادي نجربوا له هاد كوتريم هذا، ما نخسروا حتى شي حاجه. خسرنا 420 ريال ماشي مشكل، بحال شرينا دانونات لفاطيم الزهراء. قلنا خمسه د القطرات ورساك صا وليدي، قساك صا هاو جوج، ها ثلاثة، ها أربعة. الله يجعل البركة، درنا لي غير أربعة. يجي حلو دابا هادشي هذا، عجبك؟ غنزيدو لي واحد القطرة، نزيدو لي قطرة أخرى. زدنا لي قطرة أخرى، خمسة ديال القطيرات. يلا خليكم معنا، الله يرحم الوالدين. ان شاء الله الخوت غادي نعطيو للذكر حتى هو باذن الله، كيف قلنا حتى هو حتى الذكر غنعطيوه هاد الكوتريم هذا. عطينا لذاك الشنيبير، وغادي نعطيو للذكر الشنبور. بان ليا بحال بدا كيرجع صحته،
نعطيو للذكر حتى هو، كنحاولوا نبعدوا ليه داك الجهاز التنفسي ديالو ديك الثقبة. عطينا النقطة الأولى أو وصلتها، عجباتو اللي يمكن حلو 100% غادي يكون حلو هاد السيروم. ها النقطة الثانية صرتها سبحان الله، النقطة الثالثة صرتها، ها النقطة الرابعة حتى هي صرتها، بقى نقطة أخرى الخامسة، ها هي صرتها الحمد لله. يلا الخط الله يرحم الوالدين، حنا غادي نطلقوا الذكور والاناث ياكلوا بعدا باش ياكلوا دوك الزغالي اللي عندهم. هذا هو الذكر، هذا ما بغيناش نضيعوه، هذا ذكر ممتاز الخوت. تا شوف الجناح عنده كيدايرين بحال دايرين بحال الموس، رقاق تبارك الله، وهذا 100% الذكر ديال المسافه الطويله، عنده واحد الجناح اللهم بارك الخوت والله العظيم. الا تقلبوا هذا الذكر مسدود من التحت، هذا راه بورتيغال وديال الديربي الخوت، لانه هذا راه ديال الديربي ديال البرتغال، هذا مشدود لان السيد اللي شدو حدا الديربي ديال البرتغال كيسكن على الحدود. وشوف تبارك الله واحد الجناح عنده، الراس ديالهم رقاق وديال المسافه الطويله الخوت، وتبارك الله واحد الجناح عنده بحال الخباطات، هذا غادي يكون خطير هذا ان شاء الله. وكنت باغي ناخذ النود العام مع العيون يا ساعه ما كتبش، وان شاء الله نبقاو معاه حتى نداويه باذن الله. انا الخوت شوفوا الجناح الاخر كيداير، غنبقاو معاه حتى نداويه باذن الله. راه الجناح عنده وعنده طواله الخوت السيوفه والله العظيم، الى طوال وتبارك الله، ودايرين بحال 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 الموس رقاق. يلا اللهم يسير هذا الشنبر هذا، شوف سبحان الله العظيم هذا الشنبر الخوت كيداير بديك الزغب الصفوريه كيداير. شوف الجناح ديالو هنا هو، انا نقرب لكم شوف كيداير، شوفوا الخوت الجناح الاخر كيداير هنا بديك الزغب ديك الصفوريه، عرفتي كيداير كله. شوف الدار ديالو ها نتوما، شوفوا الدار ديالو الخوت ها، عرفتي راه كله صفوريه. اول مره كيطلع لي الشنبور بحال هكا، وهذا ولي سوء الحظ الخوت فيه الباراتيفوز، رجليه بان ليا بحال معوق، بان ليا بحال الا معوق، تا هو راه عطيتو كوتريم هاد الشنبور هذا. هذا ولد من الخوت، هذا الشنبور ولد النتوى المرحومه، ولد المرحومه ديال الطاطو، ديك النتوى اللي ماتت ليا ديال الطاطو، مع الذكر الارجنتيني، الذكر الارجنتيني هذا راه ولده، ما بغاش نضيعوه، نعطيه تا هو كوتريم. راه بان ليا رجليه مفلعصا شي شويه، واخا مفلعصا نخليوه ان شاء الله باذن الله. يلا والله يرحم لكم الوالدين. خلينا الخوت من الدواء، عطينا الدواء للحميمات اللي بانوا لنا مشكوكين، عطيناهم الدواء. حنا غادي ندخلوا هاد الحميمات هادو باش نخرجوا الذكور والاناث ان شاء الله. خرج دخل اوليدي دخل، اجي انت دخلي انت يا ولا دخل انت. الذكور راه بداو كيبانوا لي الخوت هنا. بالنسبه سبحان الله العظيم داك الحمام الخوت اللي شريت، عقلتوا على دوك الوليدات اللي شريت، تقريبا نقدر نقول لكم وحده فيهم اللي غادي تطلع نتوا الله اعلم. راه هو ذكر بان ليا كيهيج، راه عزلته شفتو، راه داك ثلاث طرطقه موفيا هو هذا من الحمام اللي شريته، هو راه علمته في الصباح كان كيهيج في الصباح، راني علمته باش غادي ندخله عند الدكور ان شاء الله. وبالنسبه لهذا الحمام على ما كيبدو لي والله اعلم، حمامه وحده اللي غادي تكون هي هذه الخوت، هي هذه هذه الحمامه هي اللي غادي تكون نتوا فقط، هادشي اللي كيبان ليا والله اعلم. وداك الدواء الخوت اول مره كنجربو هاد كوتريم، اول مره كنجربو واحد كيهيج، هو طوبي هو كيهيج. شو عندي الذكوره بزاف كيف قلنا، داك كوتريم الخوت كوتريم اول مره كنجربو، نتمنوا انه يكون خدام ويكون فعال باذن الله. نخرجوا دابا الذكور والاناث. دخل 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 دخل، غادي نخليهم خارجين الخوت باش الا بغاو شي حاجه، اللي بغى يمشي للبحر ولا هذا. راه النتيوا ترا بداو كيبيضوا، واحد الولد الخوت راه بالي بحال الا وجد، واحد الولد بالي بحال الا وجد، شتو باغي يخرج، شتو باغي يخرج، ها هو الفوقاني كاع. انا نقربكم ليه، نقرب لكم الصوره التوضيحيه، هذا شتو بحال الا بغى يخرج، كيتجبد الخوت بحال الا بغى يخرج، هذا بالي راه وجد تبارك الله، هذا ما عمرو خرج والله اعلم، هذا راه ما عمرو خرج. نشوفو تقريبا تقريبا، هذا راه قول وجد الخوت تبارك الله، وجد هذا راه تقول وجد والله المستعان. شنيبر غزال اللهم بارك وزيد في ذلك. بالنسبه للشنيبرات الاخرين هما هادو، هذا الخوت هذا، هاد الدفيلي كيف قلت لكم، هاد الدفيلي خو هو هذا،
هو هذا. وبالنسبه لهذا الطويبي هذا خورا، وعندي لهي طوبي حتى هو كذلك ومثال. هنا راه كاينين جوج، ها هو واحد الشنيبير هنا، واحد خو هو هذا اللي يهبط لتحت خورا الطوبي محروق. هو هذا هادو راه كنت بعتها لخوت خوتهم. علاش هادو ما بغيتش نبيعهم؟ لان خوتهم هما اللي كنت بعت جمله، اللي دوك الحمامات اللي كانوا مشاو جمله، وهادو راه بغيت نخليهم ان شاء الله، لان بعت خوتهم نخليو هادو نشوفوا شنو غادي يخرج منهم. وهادو داك البيض اللي كنا غادي نحيدو الخوت، راكم تعقلوا عليه، البيض اللي كنا غادي نحيدو عقلتوا عليه، راه باقي ما تباقاوش، عاد ندير لهم الخواتيم ديالهم. هادو نقدر نبيعهم هاد الوليدات هادو ان شاء الله، هاد الولاد هادو غادي نبيعهم ان شاء الله ديك الساعه منين حتى يقربوا يوجدوا، واللي بغاهم يدخل لعندي. بما ياكلوا الخطره ما كنخلي لهم هادشي كامل حتى ياكلوا كلشي، يعني داك القمح ما يخليوش. هاد الشنبور غادي نخرجوه ان شاء الله، هذا حيت شتو كيبغي يخرج، خاصو يخرج، خاصو يخرج الخوت، لانه اول مره غادي نخرجوه. هو هذا، ها هو شتو اول مره كيخرج، باش يولف شويه يخرج، يبدا ينقب معاهم شويه هنا، كنعطيها في الوكر ديالو. نمشيو الخوت نوكلو دابا الحمام ديال البروديكتور ان شاء الله، ونعطيهم يشربوا في سبيل الله، وانا معكم. وكيف كنقول ديما، الدول كاع اللي ساعدات المغرب في هذه المحنه، الله يرحم لهم الوالدين كاملين، الدول لا من قريب ولا من بعيد، كاملين الله يرحم لهم الوالدين، لان ما عرفتي ربي باش غادي يبتلينا. كاين اللي كيتشفى ولا كيضحك ولا كيقولوا كول، انا ما عرفتش ربي شنو غادي يدير لي، فهمتيني؟ علاش كيقول لك اللي ما عذر دابا يتبلى؟ يعني ضروري خصنا نعذروا خوتنا وحبابنا. وهذا ما كان، وانا النهار اللي صافي بلا ما نقوي في الهضره. يلا خوت الله يرحم الوالدين، تبارك الله الخوت، الذكوره مرة بداو كيهيجوا. انا كيف كتلاحظوا هذو الذكوره اللي عزلنا واحد فيهم، التصفية الخوت راه جايين في البداله، راه ما بقى لهم والو باش يكملوا ان شاء الله. كيف قلنا راه ما بقى لهم والو الخوت باش يكملوا الماكله. بالنسبه من ناحيه الاكل الخوت كيف كتلاحظوا، ما خلاو والو، ما خلاو والو هنايا، هذه غير البودر ديال الحلبه الخوت اللي طايح هنا، بعض الشظايا ديال الحلبه اللي طايحه، وكياكلوها حتى هي. الله العظيم الا كياكلوها ديك الحلبه كياكلوها. نزيدوهم شويه الماكله. دخل 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 الحمد لله والشكر لله ولا اله الا الله والله اكبر. بالنسبه لهاد الحميمه الخوت هنا اللي لداخل، حتى هما كنحط لهم في الوكر ديالهم، هادو اللي قراب يوجدوا كنحط لهم واحد شي شويه هنا. راه البزق اللي عندهم الخوت هنا راه كارم، راه ناشف، يعني راه ما عندهمش شي بزق اللي كيخلع زعما جاري ولا شي حاجه، لا الحمد لله داكشي راه عندهم ناشف، يعني ما كانش المشكل. نحطوا لهم شويه شويه ديال الماكله ديالهم باش يالله الحمد لله الامور طيبه. الشنابي راه خرجنا باش يولف، لانه راه كبر، راه قصح تحت جناحو الخوت، راه قصح تحت جناحو، عليها خرجناه حنا واحد شويه بما ياكلوا والدي. وهذا الام ديالو راه عزلناها، الام ديالو راه هي اللي عزلنا اليوم في الصباح، يعني بقى غير البابا هو اللي باقي، ان شاء الله بابا غير ياكل وغادي نطلعوا ليه الفوق باش يوكلوا باذن الله، لانه مازال مسكين باقي كيعتمد على والديه. ايوا الحمد لله والشكر لله، والله يلطف بينا الخوت. هذا مكان، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا ربي يا تشوف من حال دوك الناس، كيف قلنا الخوت، يا ربي تشوف من حال المنكوبين، الناس اللي مقصحين الله يشافيهم يا ربي، تشافيهم تشوف من حالهم باذن الله. والناس اللي توفوا يا ربي ترحمهم، يا ربي ترحمهم يا ربي امين، وتجعلهم من اهل الجنه باذن الله. سير اصاحبي ما تجريش عليه، سير ما تهيش عليه، راك زعما باش لاغمك. وشوف قداش هذا، راه ذكر كبير كيسير في حالك، سير وتيجعل ولدك قد ولده،
والله الا راه ذكر شارف هذاك راه 2022 باك احمر. يلا الخوت نخليكم في رعايه الله الى فيديو قادم بحول الله. بالنسبه لذاك الذكر الخوت اللي فيه الجهاز التنفسي على ما كنظن هو هذاك هو الله الا عرفوه مسكين. هذا هو الاب، هذا هو با تاع الشنبور، هو هذا. ها هو راه ان شاء الله راه مشاكي بحال بغى يقول لي بغى يوكله، هو هذا بحال الا بغى يوكله الخوت. هاما الخوت كيوكلوهم كيف كتلاحظوا، تيوكلوا وليدات ولله الحمد. الولاد الخوت الجواج واحد القضيه اللي لاحظناها ملي كيكون شنقول لكم ملي تيكون الحمام مطلوق بحال هكا راه كيطلعوا الولاد واعرين احسن من الكره. الحمام ملي تيكون في الصنادق راه كيطلعوا الوليدات ناقصين، ها الباراتيفوز ها هذا بالسيف الحمام ما يمرضش. وانما الحمام ملي كيكون مطلوق الخوت بحال هكا مثلا، بحال مثلا العام الجاي نبغي ندير مثلا لاباز نديرها هنا في الشجنه ديال الذكوره، والله العظيم حتى كيطلعوا الوليدات اللهم بارك صحاح وكيطلعوا الولاد غزلان تبارك الله تبارك الرحمن والحمد لله والشكر لله. ونتمنوا الخير والتيسير لنا والجميع ان شاء الله. يلا الخوت نخليكم ان شاء الله حتى الغدا وانا معكم باذن الله، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. وراني حلمت الخوت، عرفتي باش حلمت؟ حلمت بالاخ هشام شعار، والله العظيم ما نكذب عليكم، هشام شعار اللي كنت شديت لي ديك البدعيه وعطيتها لي، هذاك راه كنت حلمت به اليوم. اشنو حلمت؟ حلمت السكري الخوت باش كيخدم، لقيتو يدير لهم واحد الطاوه ودير لهم البصله ما مقشراش، البصله وطرف ديال الملحه وما عرفت شنو، حاط لهم الخضره هاكوك خضره حيه، يعني ما منقيه ما مطحونه ما دايرها مع الماكله ما والو، حاط لهم بصله ديك البصله الخوت اللي كتلقاوها مدوره صغيره بحال هذيك اللي حاط لهم، قال لك كيغززوها. هاتي اللي حلمتها الخوت. ونتمناو التيسير لينا ولغيرنا يا ربي امين. وتحيه لخويا عمر شمس الدين وخونا جهاد وصابرينا وخونا سمير وخونا البشير وخونا هشام شعار البطل ديالنا، خونا هشام شعار تا هو تحيه ليه. وتحيه لخويا خالد صاحب الفاكسان، الله يحفظك خويا خالد، الله يرحم لك الوالدين. ونتمناو الخير. وتحيه لخويا علي وخونا امجد من مدينه مراكش، وتحيه للناس ديال مراكش، خويا امين من مراكش، خويا حمزه من اكادير، خويا عبد الناصر من الناظور المانيا، خويا عزيز من السعوديه، خويا وحيد من لندن، وخويا رشيد من ايطاليا، الله يرحم لكم الوالدين، خويا عز الدين من سيدي موسى مدينه سلا، وتحيه لخويا مصطفى الحزقوري من الصحراء المغربيه، وخويا المهدي ابو ظبي من ابو ظبي، المهدي ولد المحمديه من ابو ظبي، خويا ابو عبيد الشتيوي والبطل ناصر الدويله، خويا جهاد وخالد من فرنسا، وخويا محمد الشلفي من السعوديه، والاخوان كاع اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين، خونا حميد وميطرشيان ديالنا عبد الله، وما نساوش يوسنت مازيرت قاسم، خويا حميد من تورينو الله يرحم لكم الوالدين، وخويا محمد من فرنسا، خويا يوسف من تشيك هو وايفانا، والمهدي من فرنسا، خويا عزيز فضلي، والمسيره طويله، ومحمد الغياط وسير وسير وعد عد جلول ورشاكوش محلول. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، نتمنوا الخير والتيسير لينا ولغيرنا. نمشيو نطلعوا داك الوليد ونمشيو فحالنا ان شاء الله قريب العصر اذن. انا الخوت الساعه شحال؟ 4:53 ودابا غادي يقول الله اكبر باذن الله. غنطلعوا هاد الزغيلي هذا هاد الشنابير هذا غنطلعوا لعند والديه الفوق باش يوكلوه ان شاء الله. انا مسكين كيجبد في عينو، ها هو شتوه كيجبد في عينو، ها هو يضربو، شتو هو كيضربو. شويه غطيح لنا التليفون، راه يمكن الخط تقطع على ما كنظن، بحال الا تقطع الخط هو طلعنا الوليد هنا لبلاصتو. ونتمناو الخير والتيسير. بالنسبه للذكور الخوت غادي نطلقهم باذن الله، راه غادي نطلقهم، راه غادي نطلقهم الخوت ان شاء الله. يلا الله يرحم الوالدين. الخوت نخليكم في رعايه الله، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم، الله يحفظ الجميع ان شاء الله، الله يحفظ الجميع هذا مكان. والى فيديو قادم بحول الله. الخوت هادو راه خاويين، هذا راه خاوي، هذا راه فيه شويه ديال الفيتامين، هذا عقلت عليه فيه فيتامين، هادو ما علينا، هذا فيه البودر روج. الاخر ماشي البودر روج،
لو فيغ دو بيير هذاك راه خاسر خاوي، هذا بقى فيه شويه ديال الدوش، هذا هو اللي خدينا بايتريل، هو هذا ماشي بايتريل، كوتريم، كوتريم هو اللي خدينا. يلا الله يرحم لكم الوالدين ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. غادي نطلق الذكوره باش يسرحوا، ما كنجريش عليهم، راه كنطلقهم ونخليهم باش اللي بغات تمشي للبحر تمشي للبحر. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وغدا ان شاء الله، غدا يوم الثلاثاء باذن الله، غدا راني معكم. الله يرحم لكم الوالدين. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.